مساء الخير زميلي، مساء الخير لكل مشاهدينا وكل متتبعينا عبر قناة النهار وعلى هذا النقل المباشر. كما قلت وتفضلت، أنا الآن أتواجد هنا بنقطة بمنتزه صابلات، وهي إحدى النقاط المتواجدة داخل البرنامج المسطر من طرف أمن ولاية الجزائر العاصمة. برنامج تم وضعه تحت ورقة طريق مضبوطة من أجل وتزامنا وافتتاح الطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين. المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في أمن ولاية الجزائر العاصمة اتخذت كامل وكافة التدابير والإجراءات الأمنية لضمان أمن وسير أو سيرورة هذا الحدث. تفاصيل أكثر تحضر معي هنا محافظ الشرطة أمال هاشمي، وهي رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر العاصمة. أمال، أعطينا تفاصيل أكثر. أولا، المديرية العامة للأمن الوطني ليس بالجديد عليها، هي معتادة في مثل هكذا أحداث تسطر برنامج تحت ورقة طريق مضبوطة لأجل ضمان أمن وسير مثل هذه الأحداث. ما هو البرنامج المسطر من طرفكم؟ مساء الخير زميلي، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النهار. كل عام وحنا بألف خير، كل عام والجزائر بألف خير. يتصادف يعني هاد الطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين شان 2022. المزمع تنظيمها يعني ابتداء من اليوم 13 من جونفي 2023 إلى غاية 4 فبراير من 2023، أيضا بمشاركة عدة دول إفريقية. هي عرس كروي يعيش الجزائريون اليوم، والتي يعني ستجرى فعاليتها على مستوى 4 ولايات منها العاصمة على غرار يعني وهران، قسنطينة، عنابة. ونظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي الدولي، مصالح أمن ولاية الجزائر وضعت كافة التدابير والإجراءات الأمنية قبل، أثناء وبعد من أجل إنجاح هذه المهمة، ويعني إعطاء صورة مشرفة لبلادنا الجزائر الحبيبة من خلال ضمان مرافقات أمنية لمختلف المنتخبات، الوفود المشاركة، أيضا تأمين داخلي وخارجي للإقامات التي سيقيم فيها هذه الوفود، كذلك تنقلاتهم، تأمين الملاعب المخصصة للتدريب، فضاءات كما رأنا اليوم في فضاء منتزه الصابلات. هي أيضا ستشهد يعني تنصيب شاشات عملاقة، والتي يعني ستستقطب عدة جمهور كما راكم تشاهدوا، كاين عائلات، كاين شباب، أيضا تنقلات أو تجنيقات تجميع ونقل المناصرين إلى ملعب براقي. كل هذا هذا التأمين الخاص بهذه الفعاليات هو بالتنسيق مع زملائنا من قيادة الدرك الوطني عبر مختلف المسالك المؤدية إلى ملعب براقي على غرار إجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين وتطهير الشامل من خلال تنظيم حركة المرورية، السيولة المرورية عبر كافة طرق، لا سيما تلك المؤدية إلى الملعب. إذن كل إجراءات متخذة من قبل مصالح أمن الجزائر من أجل يعني الاحتفال بهذا العرس الكروي ومن أجل إنجاحه ومن أجل صورة جميلة وصورة موفقة للجزائر. شكرا لك أمال، يعطيك الصحة وربي يوفقكم إن شاء الله. إذا هنا بمنتزه صابلات أفراد أمن الجزائر العاصمة هم الآن على قدم وساق من أجل ضمان ركوب المناصرين المتجهين نحو ملعب براقي نيلسون مانديلا. نعم كمال، سنحاول العودة إليك بعد قليل. لننتقل الآن إلى الزميل إسلام مشتي والمتواجد بمحيط ملعب 5 جويلية الأولمبي لرصد التنقل أيضا الأنصار من نقطة أخرى، من نقطة لنقل الأنصار.